السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فمن الباقيات الصالحات بالاتفاق قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه داخلة في الباقيات الصالحات وهي ذكر لله سبحانه وتعالى. هذا. ويقول جل ذكره: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الشكر بعد شكر الله موصول لإخواني المجتهدين معي في إخراج المجلس لإخوانهم، ومبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: أكل مال الربا كيف يتوب منه؟ آكل مال الربا يتوب بالاستغفار، وإن استطاع أن يخرج مثل هذا المبلغ في أبواب خير أو يرده على أصحابه الذين أخذه منهم فهو حسن، وإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يسأل: اشتريت قطعة أرض لحفظ المال، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، إنما الزكاة إذا كنت تتاجر في الأراضي. هل يجوز لي أن أتصدق من مال الفائدة من البنك على أستاذي لأنه مريض جدا في حاجة ملحة للمال؟ أنت لا تتصدق به على ناس تربطك بهم قرابة، ولا يقال صدقة، إنما تخرج على سبيل التخلص منه. إذا كان عندك مال حلال طيب تخرجه لأستاذك فهو حسن، وإن كان ولا بد وستخرج هذا المال وليس عندك إلا هو، فممكن أن تعطيه لشخص آخر غيرك يخرجه لهذا الشخص، والله أعلم. هل يجوز إعطاء وجبة إفطار صائم لنصراني؟ نعم، لأنه مسكين إذا كان مسكينا. نعم. رجل طلق بعد 80 من عمره مع ضعف شديد في الذاكرة، إذا كان عند التطليق يدرك ويعي فطلاقه واقع، طلاقه واقع محسوبة عليه تطليقا. أما إذا كان فقد الوعي ساعة التطليق فإن طلاقه لا يقع. أما الأخ المتكلم على قتل النفس بغير حق فهذا من أكبر الكبائر، أن تقتل نفس ظلما بغير حق. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هكذا قال تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الثابت الصحيح
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفقك الله يا أليف. ما صحة حديث من نسي الصلاة خطأ علي أخطأ طريق الجنة؟ لا يثبت هذا الخبر. هل يجوز شرب الماء أثناء أذان الفجر؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فلا يجوز أن تشرب الماء أثناء الأذان، بل بمجرد قول المؤذن الله أكبر يحرم عليك شرب الماء إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. نسأل الله العافية والسلامة. هل الحبر الذي يوضع على الإصبع للبصمة يحول دون وصول الماء إلى الجلد؟ لا، الحبر سهل لا يحول. هل ورد نهي عن استعمال الجرس؟ لا، هو الحديث الذي ورد في الجرس: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. يعني مثلا الذي له حصان ماشي دقدق طول الوقت جرس، مكروه هذا. هل يجوز إخراج زكاة الفطر الآن؟ لا تخرجها الآن، اجعلها قبل رمضان بيوم أو يومين أو ثلاثة إن شئت، وأحسن من ذلك كله أن تخرجها عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان، بارك الله فيك، إلى طلوع الفجر. مبلغ من المال حال عليه الحول؟ أقسم بالله على شيء لم أفعله، وأنا أقسم بالله على شيء لم أفعله. غير واضح السؤال. سؤال الجنة والاستعادة من النار أثناء القراءة في الفروض، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما مر على آية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. هذا الخبر غير ثابت، عفوا هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ثابت في صلاة النافلة، فهل يجوز أن يكون في غير النافلة أيضا؟ جوز هذا فريق من العلماء وبالله التوفيق. حكم رضاعة الطفل طبيعي لأكثر من سنتين؟ لا بأس، لكن الرضاعة المحرمة ما كانت دون الحولين. لكن إذا أرضعت المرأة ابنها 3 سنوات ليس هناك ما يمنع، لكن الرضاعة بعد السنتين لا تأثير لها في التحليل والتحريم، لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بارك الله فيك يا أخي محمد ثروت. هل يجوز أن أدعو الله وأقول: اللهم أرني عجائب قدرتك في أمر أريده؟ أظن أن تبحث عن الوارد في الكتاب والسنة أفضل لك: اللهم فرج كربي عاجلا غير آجل، ونحو ذلك. قلت يخرج زكاة الفطر بيوم يومين، يقول ليش سائل؟ أعتقد أن قبل العيد، قبل العيد، أحسنت، قبل العيد بيومين أو 3 أيام قبل العيد، ليس قبل رمضان. يعني ما إذا كان سبق ذكر رمضان فهو وهم مني. قبل العيد بيوم أو يومين أو 3 أيام أو أقل قليلا أو أكثر قليلا، كل ذلك جائز وبالله التوفيق. الأفضل لصلاة التراويح الجماعة أو الفرد؟ كل فيه فضل، لكن إذا كان باستطاعتك أن تصليها جماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يقول الصوت لا يعمل عندهم، ما أدري.
حكم التلفظ بالنية لدفع الوسواس. حكم التلفظ بالنية لدفع الوسواس لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. يقول: هو الآن في المساجد في المنطقة التي يسكن فيها في السعودية مسجد يؤذن بعد المساجد بدقيقتين. انظر التوقيت الصحيح للمنطقة التي أنت فيها، والحمد لله الأمور ميسرة الآن. توجد صور على كتب في حجرة في حجرة أصلي فيها، هل تصح؟ الصلاة صحيحة، صحة حديث السفياني لم أقف على سند ثابت له. إن اضطررت لفطام الطفل لسنة بسبب الحمل لا مانع من ذلك، لأنه ليس هناك إلزام بالاستمرار في إرضاع الطفل لسنتين، بل الله قال: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هل الوضوء من أسباب تكفير الذنوب؟ نعم، من أسباب تكفير الذنوب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فغسل وجهه تناثرت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. حديث نجم الثريا لا يصح. أنا الضحوك القتال لا يصح. سوبر ماركت قائم على الشراكة، هل البضاعة عليها زكاة وكم مقدارها؟ هل البضاعة عليها زكاة وكم مقدارها؟ وكم البضاعة عليها زكاة إذا بلغ ثمنها النصاب، والنصاب تقديره بالذهب 97.2 جرام من الذهب. فإذا كان المال ثمن التجارة تخطى هذا المبلغ، يعني تقريبا 70,000 جنيه ونحو ذلك، عندها تزكي على الجميع إذا تجاوز هذا المبلغ. صحة حديث قول لا إله إلا الله 100 مرة صحيح. زكاة المال للأخوات الإناث اللواتي في حاجة للمال. إذا كنا فقيرات ولا تلزمك النفقة عليهم فإن الزكاة لهم تجوز، وهي أفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغترب في الكويت وأريد أن أدفع زكاة الفطر مال، هل يجوز؟ لا تفعل. هل يجوز؟ دعية يقول: أقسم بالله من قال هذا الدعاء تاب الله عليه وهداه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. أما كونه يقسم بالله أن الله سيغفر له فكلام غير صحيح، كلام غير صحيح، وليس له أن يقول ذلك، لأن الله قال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. بارك الله فيكم، حفظك الله يا عبد الله بن مصطفى، بلغ الوالد السلام عليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته. أعود القول بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا استفتح قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك،
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحديث غير ثابت، هو منتقد على الإمام مسلم، منتقد انتقده الحافظ أبو الفضل الهروي، وإن كان معناه يصح ونقوله لأن مثله في كتاب الله، لكن كاستفتاح في صلاة الليل معلول. وعندنا سيد الاستغفار أرجى: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا كان هناك من يحتاج إلى زكاة الفطر مال، هل تخرج مالا؟ هل تخرج مالا؟ من يحتاج إلى زكاة الفطر مال لا تخرج أيضا مالا، لا تخرج مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. صحة قصة ابنة عمر بن عبد العزيز يوم العيد حينما جاءت أباها تبكي صحة حديث لا أعرف عن هذا الأثر شيئا. حكم أكل الفيل والغزال، حكم أكل الفيل والغزال: لا يجوز أكل الفيل لأنه من ذوات الأنياب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. هل زكاة المال؟ أما الغزال فجائز أكله. هل معنى صاع من طعام تشمل جميع الطعام؟ الطعام الذي يكال، الطعام الذي يكال: الرز، العدس، اللوبيا، الفاصوليا، مثل ذلك، والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة صحة حديث من ختم له بصيام يوم دخل الجنة؟ هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نظرت أن أحافظ على الشافع والوتر إن نجحت ولم أفي لمدة سنتين، عليك الإعادة، عليك الإعادة، بارك الله فيك. لقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول: من كان تاركا للصلاة عمدا ثم تاب يعيد الصلوات التي فاتته. يعيد الصلوات التي فاتته. إخراج زكاة الفطر أول رمضان أجبنا أنها خلاف الأولى. هل يجوز لي أن أخذ قرضا لفتح مشروع؟ لا يجوز لك أن تأخذ قرضا ربويا لفتح مشروع، بارك الله فيك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، لا يثبت، عفوا،
هذا الخبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعتبر الشفع والوتر فقط قيام ليل؟ لا، عفوا، الشفع والوتر يختم بهما قيام الليل، لكن هل يعتبر قيام الليل من قام بركعة أو بثلاث ركعات؟ عموما ما يفعل من خير فلن يكفروه، لكن في عند كثير من الفقهاء لا يعتبر قيام ليه، وإن جوز بعضهم يقول إن عثمان قام الليل بركعة وتر، لكن كانت طويلة. أحبك الله الذي أحببتنا له. قراءة القرآن من المصحف أثناء فترة الحيض لا بأس، ولكن تمس المصحف بحائل، بارك الله فيك. كيفية إخراج زكاة المال على الدين غير مؤكد استرداده؟ ينتظر إذا استلمت هذا المال، فحينئذ تخرج عنه زكاة سنة واحدة، بارك الله فيك. مغترب ومريض، نسأل الله أن يرده لأهله سالما وأن يعافيه من السوء المكروه. يقضي كل صلاة مع أختها أم يصلي قدر ما استطاع؟ يصلي قدر استطاعته. ما السن القانونية للصيام؟ ليس هناك شيء اسمه السن القانونية للصيام، إنما السن الشرعية، الإلزام بالصيام بعد البلوغ. إذا بلغت والبلوغ للمرأة بالحيض وللرجل بلوغ رجل معروف وبلوغ المرأة معروف. إذا بلغ الرجل أو بلغت المرأة ألزم بالصيام، لكن لا مانع من أن يتدرب الرجل ابنه على الصيام منذ الصغر، والله أعلم. ما معنى اسم الله الجبار؟ الجبار له عدة معان، من معانيه الذي يجبر الشيء الذي كسر، ومن معانيه الجبار الشديد الغالب أيضا، فله عدة معان، بارك الله فيك. من أفطر يوما في رمضان عمدا هل عليه قضاء؟ نعم، بالإجماع عليه قضاء، لكن إن كان أفطر بجماع اختلف عما إذا كان أفطر بطعام وشراب. فإذا كان أفطر بطعام وبشراب فحينئذ إذا أفطر بطعام وبشراب فإنه يعيد يوما مكانه مع الاستغفار والعمل الصالح. أما إذا كان أفطر بجماع فعليه صيام شهرين متتابعين، إذا كان أفطر بجماع عجز أطعم 60 مسكينا. ما المقصود بقرآن الفجر؟ تعني الذي ورد في قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والقرآن المتلو في صلاة الفجر، بارك الله فيك. علي قضاء 8 أيام، وأتى علي رمضان وأنا حامل، والدكتور منعني من الصيام، أفطري والصوم الذي فات ما زال في الذمة، وكذا الصوم الذي هو آت في الذمة كذلك، تقضي هذا وذاك إذا عافاك الله. هل يجوز أن أقول بعد الباقيات الصالحات اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني؟ لا مانع من كل ذلك، بارك الله فيك يا أخ ناصر العيسوي. إن لم يصم ولي الرجل الذي عليه صيام هل يفدي عن كل يوم؟
ما عندنا دليل ملزم بذلك، لكن إن فعل فهو حسن. أنس بن مالك لما أسن كان يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا. أنس بن مالك لما أسن أي لما تقدم به السن كان يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، لكن ليس هناك دليل ملزم بذلك، فإن فعلت فهو حسن وإن لم تفعل فلا شيء عليك. حكما صلى إمام ونسي وسلم سرا، نسي وسلم سرا لا إشكال، الصلاة تصح. بارك الله فيك يا أخي إبراهيم ابن سعيد. حكم دخول بعض الماء في الدبر للمساعدة في إخراج الفضلات، هل هذا يبطل الصيام؟ هذا لا يبطل الصيام، هو ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. مرحبا بك يا خادل ابن عبد العال ووفقك الله. الحقنة الشرجية في نهار رمضان ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوة، فمن ثم فإنها لا تفطر الصائم والله أعلم. بارك الله فيكم يا شيماء، عافاكم الله. الأخ عبد الوهاب وشفاك الله يا عبد الوهاب وإخواني جميعا. حكم صلاة البيت تغني عن المسجد للرجل في هذه الآونة التي نحن فيها، نرجو الله أن يعطينا ثواب الصلاة في البيوت، نرجو الله ذلك، نرجو الله ذلك. وفي الحديث إذا مات العبد، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإن كانت لفظة السفر فيها كلام والحديث معلول، لكن للفظة إذا مرض العبد كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما ثابت صحيح. بارك الله فيك. حكم القراءة من الجوال في صلاة الفرض، حكم القراءة من الجوال، لا تقرأ من الجوال في صلاة الفرض. ما نقل هذا، ما نقل أن السلف كانوا يقرؤون من المصحف في الفرائض، إنما هذا في النوافل والله أعلم. خدمة المرأة لزوجها عند الجمهور على الاستحباب. حكم صبغ الشعر بالسواد، المرأة لا بأس أن تصبغ شعرها بالسواد، وأما الرجل فالخلاف قائم في شأنه، والأظهر الكراهة والله أعلم. التعدي في الدعاء له صور متعددة، منها أن تسأل الله ما ليس لك، أن تسأل الله ما ليس للبشر. مثال ذلك أن تسأل الله أن تطير في الهواء، أو تمشي على الماء، أو أن تؤتى الوسيلة والفضيلة وهي منزلة لرجل واحد في الجنة يرجوها الرسول لنفسه، أو تقول اللهم أعطني ملكا أفضل من ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. هذا نوع. وقد ورد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال، وقد سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال ليكونن من أمتي أقوام، أو ليكونن أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، في الطهور وفي الدعاء، يعني في الوضوء يغسل كثيرا وفي الدعاء. حكم ختان البنات، هذا يرجع للطبيبة، هذا يرجع للطبيبة وتقديرها، وإلا فالنصوص الشرعية تحتمل
التجويز، والله تعالى أعلى وأعلم. تحتمل التجويز وتحتمل الآخر، بل تحتمل يعني الختان للإناث فيه أكثر من قول، قول بالوجوب، ومن الاستدلالات له الفطرة خمس من الختان على عمومة، ومن العلماء من حمل هذا على الاستحباب، والقول الآخر والدليل الآخر في هذا الصدد لكنه ضعيف الإسناد، الختان سنة للرجال مكرمة، أو الختان واجب على مكرمة للنساء، لكنه ضعيف الإسناد على أي حال. حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل تمسك به بعض القائلين بالوجوب، على أي حال وبعد قراءة البحث الموسع في هذا الباب، الأقوال دائرة بين الإباحة والاستحباب، القول بالوجوب بعيد والقول بالكراهة محله إذا كانت الفتاة ستتضرر، والله أعلم. هل يجوز حمل الطفل في الصلاة النافلة ولبس حفاظة؟ نعم يجوز حمله في صلاة النافلة ما دامت الحفاظة تمنع وصول النجاسات إلى الشخص الحامل. هل انقطعت كرامات الأولياء؟ لم تنقطع كرامات الله عن العباد، بل إن الله لما ذكر نعمه على عدد من خلقه من الأنبياء كموسى عليه السلام، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين، ليس الأمر بقاصر على موسى عليه السلام، إنما كل محسن يجازى. ويوسف الصديق لما ذكر نعم الله عليه قال أنا يوسف وهذا أخي، عمم القول فقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قراءة سورة كبيرة في ركعة الوتر لا بأس بها، لكن السنة ليست وفق ذلك، السنة قراءة سورة الإخلاص في ركعة الوتر، أما سور طويلة في ركعة الوتر وإن كانت جائزة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، لكن ليست تلك السنة الخاصة بالوتر، والله أعلم. هل يجوز المرأة الحائض قراءة القرآن من الهاتف أو من المصحف بحائل؟ نعم يجوز، إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها وطلقها وفي حالة غضب، هل وقع الطلاق؟ إذا كان الغضب أخرجه عن عقله لا يقع طلاقه، أما إذا كان مع الغضب لم يزل يملك أمر نفسه فطلاقه واقع. هل الألماظ والماس السيليو كلير فيهم زكاة؟ إذا كان للزينة ليس على الألماظ زكاة وإن بلغ ما بلغ ولا الماس، أما إذا كان للتجارة كنت تاجر ألماظ فيزكى زكاة عروض تجارة، والله أعلم. كم الهزار مع الأب؟ ما يقره الكتاب والسنة، والله أعلم. لكن مثلا رجل يقول لابنه اضربني على قفاي، ما يصلح كذا، رجل غير موقر. هل يتعين علي اتباع مذهب من المذاهب الأربعة والتمسك بذلك؟ لا يتعين،
ولم يأمر الله بذلك. العقيقة لحما غير مطبوخ كما تشاء، المهم أنك تذبح بعد ذلك إذا أحببت أن توزع اللحم نيئا وزعته نيئا، وإذا أردت أن توزع اللحم مطبوخا وزعته مطبوخا، وإن أردت أن تستقدم له ناسا استقدمت له ناسا يأكلون. السنن الرواتب تقضي ما فات من الفرائض عند الجمهور تلزم إعادة الصلوات المتروكة عمدا، إعادة الصلوات المتروكة عمدا أو سهوا أو نسيانا. قول النبي عليه السلام دين الله أحق أن يقضى، صحة حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، حديث ثابت يعني معناه ثابت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قيل وما بدو الصلاح؟ جاءت روايات موقوفة تفسر بدو الصلاح أن يحمر أو يصفر، لكن هذه المسألة مردودة للعرف، مردودة للعرف، فأهل التجارات أهل الفواكه مثلا يعرفون بدو صلاح الموز مثلا، إذا تركت الموز على أشجاره حتى يطيب ويصلح للأكل سيفسد، لن تستطيع أن تبيعه يفسد. ما الدليل على تحريم لحوم ألبان الحمير؟ يعني أنت تريد تشرب لبن حمير أو ما شأنك؟ عموما عموم حديث الرسول عليه السلام نهى عن اللحوم الحمر الأهلية عام خيبر، نهى عن الحمر الأهلية في رواية مطلقة والله أعلم. ما معنى قهر الرجال؟ قهر الرجال له صور، من هذه الصور أن ترى قاتل أبيك أو قاتل أخيك يمشي ولا تستطيع أن تنتصر منه، وإذا تكلمت تهان أكثر. حكم قراءة القرآن المحمول بدون حائل لا بأس، مفاصيلي تؤلمني ولا أستطيع ثنيها كما يجب، هل يجوز أن أصلي على الكرسي؟ لا بأس أن تصلي على الكرسي. كتاب هذا الحبيب يا محب يحتاج إلى بعض مراجعة، يحتاج إلى مراجعة بعض الأحاديث التي فيه، ولا كأسلوب أسلوب طيب، لكن يحتاج إلى مراجعة بعض الروايات التي فيه من حد الصحة والضعف. حكم تأخير زكاة المال لمدة شهرين بسبب السفر، إن عجزت جاز ذلك، إن كان بإمكانك أن تتصل بالهواتف وبإمكانك إخراجها ألزمت. كم تشمل كلمة أهلي؟ أحيانا تطلق على زوجتك، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، يعني عائشة. وقد تطلق على الزوجة والأولاد والأحفاد أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، جمع فاطمة وعليا وحسنا وحسينا وجللهم بالرداء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الطريقة الصحيحة للتسبيح في اليد على ما تيسر لك. أما حديث أعقدنا بالأنامل فإن مسؤولات فإنهن مسؤولات مستنطقات فهذا ضعيف. حديث لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة لا يصح سنده. في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم
ليست هنا إن للتشكيك، ليست هنا إن للتشكيك في أن الله يعلم أو لا يعلم، الله يعلم، بس أنا أقول يا رب أنت العليم، كنت تعلم أن هذا خير لي فاقدره، وإن كنت تعلم أنه شر لي فاصرفه، ليست للتشكيك، بارك الله فيك. صحة حديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ضعيف الإسناد. هل توجد في الإسلام سن قانونية للمرأة للزواج؟ لا توجد سن قانونية، يجوز العقد على الصغيرة، لكن لا يمكن من البناء بها إلا عند تحملها ذلك، وقد جوز الله ذلك فقال في كتابه الكريم: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالإقساط في اليتامى أن تعطيها مهر المثل، ولا يتم قبل البلوغ ولا يتم بعد البلوغ، فهي إذن يتيمة، يعني أنها لم تبلغ. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: ولن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يعني إذا طلقت الفتاة التي تزوجت قبل البلوغ وهي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر. صحة حديث الأئمة المضلين، يعني في أحاديث في هذا الباب كثيرة، لكن أيها تعني أنا إذا صليت وراء رجل ولم يشعر بالتكبير ماذا أفعل؟ قل سبحان الله إذا كنت رجلا، لعله نسي. كثرة قراءة القرآن تنور القبر عند الوفاة. الأعمال الصالحة عموما تنور القبر. حكم نقع الزبيب مع التمر، حكم نقع الزبيب مع التمر، فصل القول فيه من قبل. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نقع الزبيب مع التمر، لكن هل هذا النهي نسخ كما نسخ النهي عن الانتباذ في القدور؟ بعض القدور قال نهى النبي عن الحنتم والمزفت والمقير والنقير، هذه أوعية كانوا يضعون فيها تمرا مع ماء مثلا، فتسرع بالشيء إلى أن يكون مسكرا لأنها من الداخل حرة، فنهى النبي عنها. وبعد ذلك قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الظروف، فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، انتبذوا ولا تشربوا مسكرا. فهذا الخبر انتبذوا ولا تشربوا مسكرا ناسخ لأحاديث النهي عن الانتباذ في الحنتم والمقير. فمن العلماء من قال كذلك: نهي النبي عليه السلام عن نبذ التمر مع الزبيب خشية الإسكار، فإذا أمننا أنه لا يسكر جاز. أما الشافعية فيمنعون، لكن اختاروا الرأي بالجواز ما لم يسكر. زوجها لا يصلي ماذا تفعل؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا يجوز لها البقاء معه، إذا كان متكاسلا عن الصلاة فالمعيشة معه جائزة مع الكراهة. وجزاك الله خير يا أخت هدى. هل يجوز أن تسمي الولد أحمد مهيمن؟ لا تسميه مهيمن، ظني أن هذا الاسم يختص به الله سبحانه وتعالى، وإن كانت اللغة قد تتحمل. قيل في القرآن مهيمنا عليه، هو كلام الله. أما تسمي ابنك مهيمن هذا والله أعلم. هناك من أسماء الله ما لا يجوز أن يتسمى به أحد، اسم الله لا يجوز أن تسمي ابنك الله، أو اسم الرحمن لا يجوز أن تسمي ابنك الرحمن. لكن قالت امرأة العزيز، زوجها أطلق عليه العزيز: يا أيها العزيز ومسنا وأهلنا الضر، أطلق عليه العزيز. والمؤمن الله اسمه المؤمن، ومن عباده من اسمه المؤمنون. علي اسم الله إنه علي حكيم، وعلي اسم لبعض بني آدم، لكن الفرق بين الاسمين كالفرق بين المخلوق والخالق.
فهناك أسماء يجوز أن يتسمى بها بنو آدم وهي من أسماء الله، وأسماء لا يجوز لهم أن يتسموا بها، في ذلك تفصيل. هل أصلي كل صلواتي من الفوائد أم التراويح أم أجمع بينهما؟ أصلي هذا وذاك اغنم فضيلة هذا الشهر الكريم، وصلي التراويح، وصلي أيضا ما استطعت مما عليك. الوسواسة في الوضوء والصلاة ماذا أفعل؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم والزمي سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ابني لم يصلي وأنا ضربته ولم يصلي، اتق الله ما استطعت. لا تجوز الصلاة خلف إمام التلفزيون. هل يجوز تقبيل يد صديق والدي الميت عند ملاقاته برا بوالدي؟ البر بالوالد له صور أخرى أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. الحقد المجهري جائز إذا كانت الطبيبة أمينة. هل المنتحر والقاتل يخلدون في النار؟ هل المنتحر والقاتل يخلدون في النار؟ لا يخلدون في النار ما داموا من أهل التوحيد، بل قد لا يدخلون النار. قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم جاءت نصوص وعيد، لكن أيضا مرد الأمر لله سبحانه وتعالى. أما الخلود فلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. هل هناك مانع من تقبيل الأيدي؟ لا أعلم مانع من تقبيل الأيدي، لكن في الغالب يصحبه انحناء وينحني كأنه راكع، فالغلو يذم. أما مجرد تقبيل الأيدي بلا غلو فالأمر متحمل والله أعلم. هل العمل الصالح يزيد العمر؟ هل العمل الصالح؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن وصل الأرحام وإحسان الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، لكن إسناده فيه بعض الكلام، السند صحيح لكن به علة. لكن عندنا حديث آخر من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، هو حديث ثابت صحيح، لكن العلماء فيه أقوال طويلة. فمن العلماء من قال المراد البركة في العمر كما يقول الناس الآن والذكر للإنسان عمر ثاني، ومن العلماء من قال إن المكتوبة مكتوبان، مكتوب بيد الملائكة ومكتوب عند الله في اللوح المحفوظ، كأنه يقال للملائكة إذا عمل عبدي كذا فزيدوه كذا، والله يعلم إلى ماذا ستنتهي الأمور، وأثبت ذلك في اللوح المحفوظ والله أعلم. الحيض تأتيني بنزف بسبب ورم ليفي في الرحم، أن يستمر لأكثر من 3 أسابيع. إذا لم يكن حيضا فلا يؤثر في صحة الصلاة ولا الصيام، أما إذا كان حيضا والطبيبة تقرر ذلك فامتنعي والله أعلم. إذا كان استحاضة فلا تؤثر في صحة الصلاة ولا في صحة الصيام. يسأل عن كتاب في فقه البيوع، كتب كثيرة مصنف فقه البيوع، لكن أفكر في كتاب في البيوع يواكب البيوع في أزمننا، فما زلت أبحث، وإلا فنحن بصدد كتابتي فيه إن شاء الله. من هو قطي بن الفجاء؟ منسوب إلى الصحبة، لكن تفاصيل أمره ما عندي الآن تفاصيل أمره.
التأمين على الناس إذا كنت مختارا لا تؤمن على الناس لما فيه من الشبهات والربا والغرر، بارك الله فيك. إن كنت مجبرا ليس على المجبر من حرج. كيفية صلاة القصر، كيفية صلاة القصر الأربع تصلى ركعتين، الظهر يصلى ركعتين، العصر يصلى ركعتين، العشاء يصلى ركعتين. الشيخ عبد السلام يقول المنتحر المستحل للانتحار، لا أظن يا شيخ عبد السلام أن المنتحر يقول أن الانتحار حلال، نظر هذا صحيح كلامك من ناحية التأصيل، لكن في الحقيقة أن هذا التفصيل ليس هذا محله في الجواب على مثل هذا السؤال. السؤال على القاتل هل خلت في النار كتعميم، مستحل حالات استثنائية جدا، الذي يرى أن القتل حلال، ولا أظن أن مسلما يقتل ويرى أن القتل حلال إلا إذا كان متأولا أن هذا الذي قتل يستحق القتل. بارك الله فيك. نعم السحور التمر لا يصح. إن قلت للإمام الذي لم يسهر سبحان الله ولم ينتبه قل الله أكبر، ما في مشكلة، لأنها كلام في ذكر لله لصالح الصلاة. بل إن بعض العلماء يجوز أن تتلفظ، لكن لا أختار قولهم، إنما حكى قولهم ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد أنهم يقولون يجوز أن تصرح بالكلام أنت لم تكبر، هذا رأي فريق من العلماء. زوجي يغسل الأموات وأنا لا أتقبل الأمر جسديا ونفسيا، فهل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، لكن لا تمنع، يعني قاومي قدر الاستطاعة. يعني امرأة تكره أن يكون زوجها مغسل الميت وجاي يعاشرها، لكن لا نستطيع منع الرجال من تغسيل الرجال بناء على رغبة الأزواج، وإلا كيف سندفن الأموات؟ بارك الله فيك. إذا لم يتصحر يأثم لا يأثم. صلاة القيام سرا جائزة إذا كنت وحدك. حكم وضع الفلوس في بنك إسلام، البنوك كلها سواء، اسم الستير سنده ضعيف، وضع القرآن الكريم في حقيبة الظهر. طبعا لا يتنزل عليك قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم، لأن هذا المراد به رفضه ورفض العمل به، رفضه ورفض العمل به. إنما كونك تحمله وراء الظهر لعلة، فلا أظن أنه ينسحب عليك هذا ما دمت توقر الكتاب العزيز وتضع في مكان آمن. ستقام الصلاة بمسجد عمرو، هل يجوز الكلام ده صحيح ولا؟ ستقام الصلاة بمسجد عمرو بن العاص وسيتم البث، وانت فين انت من تريد الصلاة وراءهم في التلفزيون؟ لا يجوز هذا، الحمد لله ربنا يتم بخير يا رب. ما صحة حديث من غسل مسلما غفرت له 40 كبيرة؟ لا يصح. أعيش منفردا هل أخذ صواب صلاة الجماعة في هذه المحنة؟ يعيش منفردا هل يأخذ ثواب صلاة الجماعة في هذه المحنة؟ أنت مأجور إن شاء الله، نرجو الله ذلك. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. حديث إن الله ملائكته يصلون على المتسحرين ضعيف، تسحروا فإن في السحور بركة، ثابت. حكم التصوير في البيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هل يجوز الالتفات في الصلاة للضرورة؟
هل يجوز الالتفات في الصلاة للضرورة؟ نعم يجوز الالتفات في الصلاة للضرورة، لكن لا تتحول بصدرك تماما عن القبلة إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة شديدة. هذا وعلى العموم لغير الضرورة، فإن النبي سئل عن التفات الرجل في الصلاة فقال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. هل المرء يعذب في قبره وهل هذا العذاب مستمر أم منقطع؟ هل المرء يعذب في قبره وهل هذا العذاب مستمر أو منقطع؟ المرء ليس بلازم أن يعذب، قد يكرم في قبره، يعني ليس كل الحديث عن القبر عذاب 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 في القبر، لا، هناك أيضا نعيم في القبر، هناك نعيم في القبر، هناك قبور الحمد لله روضة من رياض الجنة على أهلها، هناك قبور الشخص يأتيه رجل أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الريح أنعم لك الصالح. فليس كل ما في القبر عذاب يا إخوة، ليس كل ما في القبر عذاب، ونحن نعبد ربا قال عن نفسه أرحم الراحمين أرحم الراحمين، فليس كل ما في القبر عذاب، والله يقول سبقت رحمتي غضبي إن رحمتي تغلب غضبي. فنسأل الله أن يرحمنا ونعوذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته ونعوذ به منه سبحانه. هل الرياء وترك صلاة العصر يحبط العمل الصالح؟ نعم، ورد أن الشرك الأصغر يحبط العمل نفسه الذي عمل الذي عمله الشخص مرئيا فيه، لكن لا يحبط جميع الأعمال. صلاة العصر تحبط العمل، لكن لابد فيها من التفصيل، قيل تحبط عمل ذلك اليوم، وقيل تحبط تحبط عمل ذلك اليوم هذا، لكن لا تحبط الأعمال مطلقا إلا إذا استحل تركها قال لا أصلي، ليست هناك صلاة اسمها صلاة عصر، لأن الخلاف قائم في تارك الصلاة كلية، فالذي ترك الصلاة كلية الخلاف قائم فيه، فمن باب أولى أن يكون قائما في مسألة من ترك صلاة العصر، والله أعلم. العمل في بلد غير مسلم، إذا كنت تقيم دينك إذا كنت تقيم دينك تقيم أمر الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، إذا حفظت على دينك وكنت داعيا إلى الله وحفظت على ذريتك لا بأس. أما إذا لم تكن تستطيع إقامة دينك وتعرض نفسك للفتن فالله لا يحب الفساد. أما حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما لا تتراءى نارهما فحديث ضعيف. ما معنى ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ لا تنسى نصيبك من الدنيا أي تمتع بالحلال المباح بلا إسراف ولا تقتير، كما قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقيل لا تنسى نصيبك من الدنيا من العمل الصالح فيها الذي يؤهلك الأخرة، والأول أولى لقوله تعالى أما بنعمة ربك فحدث. هل يجوز أن أبيع شيئا من الحلي بدون علم زوجي لأتصدق به؟ إذا كان الذهب مثبت في قائمة العفش والزوج موقع عليه لازم تستأذنيه، لأنه هو أمانة عند الزوج لو وقع في قائمة العفش أنه استلم منك كذا جرام من الذهب على سبيل الأمانة، إذا أردت أن تبيع تستأذنيه وتثبت المبيع. أما إذا لم يكن كذلك مثبتا فلك أن تبيع ما شئت. والنساء لما حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة في صلاة العيد قامت المرأة إلى خرصها وسخابها فألقته في حجر بلال دون الرجوع إلى زوجها. حكم سب الأم لأولادها إثم ومعصية، سب الشتم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفحش ولا البذيء، والنبي قال
لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا نحن في خير ما دمنا في طاعة الله ونعمل بما يرضيه عنا، فلنعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وعلينا بإحسان التوبة والرجوع إلى الله وسؤال الله العون على ذلك، فلن نعان على التوبة ولن نعان على الخير ولن نعان على الاستغفار إلا إذا أعاننا الله. قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فقوله رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم معناه: يا رب ألجأ إليك، أستجير بك كي تحفظني من أن أسأل ما ليس لي به علم، وإلا لو لم تحفظني سأرجع مرة ثانية إلى سؤال ما ليس لي به علم، فأستجير بك يا ربي أن تحفظني من سؤال ما ليس لي به علم. هذا. ولا تنسوا دعوات الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولا تنسوا هذا الحديث، وهو سيد الاستغفار وأفضل الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير، ولا تنسوا حمد الله وشكره في كل وقت وحين، فأنتم في خير ما دمتم لله ذاكرين. بارك الله فيكم وحفظكم الله. أيها الإخوة والأخوات، الشكر لكم بعد شكر الله، ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.